السلام عليكم. لم تدم احتجاجات بازار طهران الكبير سوى أيام قليلة، انتهت بسيطرة السلطات الإيرانية على الموقف وعودة الأمور إلى نصابها، لكن ثمة من يرى في هذه الاحتجاجات أنها أول تذمر مسموع الصوت من قلب المحضن الاقتصادي لنظام الحكم في طهران، وبالتالي فهي تحمل قيمة اقتصادية وسياسية كبيرة. ومما يزيد في قيمة هذا التطور أنه يترافق مع تصاعد الغضبة الشعبية الناتجة عن الكلفة الاقتصادية الباهظة من جراء التمدد الإيراني في المحيط العربي، وكذلك تزامن احتجاجات البازار مع توتر يتسارع بين طهران وواشنطن وتهديد الأخير بوقف الصادرات الإيرانية من النفط بعد شهور قليلة. كيف سيكون المشهد الإيراني في المرحلة المقبلة؟ وما دلالة احتجاجات البازار؟ هل هي نهاية النظام الإيراني كما ذكر غير مراقب عربي؟ أم أنها مجرد أحلام فرضها الواقع العربي الضعيف؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب. قبل نحو 4 عقود لعب بازار طهران الكبير دورا رئيسيا في الإطاحة بنظام الشاه والإتيان بالنظام الحالي، ومنذ ذلك الحين لم تكن السوق إلا داعمة لحكام إيران وسياساتهم، غير أن الأفق الإيراني المعتكر بسحب أزمة اقتصادية خانقة منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بعث من جديد روح التظاهر والاحتجاج في شرايين السوق العريقة التي تكتظ بنحو 400,000 من التجار والحرفيين يسيطرون على ثلثي التجارة في البلاد، ما يقدم بازار طهران كقوة ضغط اقتصادي وسياسي لا يستهان بها. انهيار العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي كان السبب المباشر في اندلاع شرارة الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وفي القلب منها بازار طهران الكبير، حيث أصيبت مراكز التسوق التي تعتمد على البضائع المستوردة بصدمة كبيرة بعدما حظرت الحكومة الاستيراد بصورة مفاجئة. في محاولة منها لخفض الطلب على العملة الأمريكية ووقف انهيار الريال الإيراني، تصرف دفع الكثيرين إلى سحب مدخراتهم وشراء الذهب والعقارات للحفاظ على قيمتها، غير أن هناك من المحللين من يرى في الأزمة الحالية انعكاساً لصراع على السلطة بين تياري المحافظين والإصلاحيين. فالجنرال رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، والذي كان كذلك قائداً للحرس الثوري، قال قبل أيام إن الأمور تبدو أحياناً وكأن الدولة يمكن أن تدار بصورة أفضل بدون الحكومة أو روحاني. تلا ذلك دعوات من قبل بعض البرلمانيين المحافظين إلى محاكمة روحاني. وبحسب المحللين فإن الأزمة الحقيقية في إيران لم تبدأ بعد، فعقوبات واشنطن التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بغير المسبوقة سيبدأ تطبيقها بعد عدة أسابيع، ما يضع الحكومة الإيرانية أمام تحديات ربما تهدد بقائها في السلطة، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى القول إن روحاني سيكون محظوظاً إن بقي في السلطة حتى الخريف المقبل. أرحب بضيوف الحلقة في الاستوديو، حسين السبعاوي الباحث في التاريخ، وعبر سكايب من لندن محمد المدحجي الخبير في الشؤون الإيرانية، ومعنا عبر الهاتف أيضا من لندن طالب العواد الإعلامي والمحلل السياسي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأت من لندن لكن عبر سكايب، محمد، كثيرا ما قيل عن بازار الكبير وأنه أكبر سوق في العالم وأنه مصنع السياسة والاقتصاد إلى آخره في طهران، حقيقة هل هناك مبالغة في حجم الاقتصادي والسياسي الذي يمثله بازار طهران، أم أنه حقيقي يحظى بهذه القيمة؟ لو تحدثنا عن يعني حقيقة هذا البازار. في البداية تحياتي لحضرتك الدكتور الغالي وأيضا السادة المشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. بالنسبة لبازار طهران، هذا السوق، هذه السوق الكبيرة طبعا هي أكبر سوق في العالم كما يروى، لكنه الحجم الاقتصادي هي لا تشكل حجم كبير جدا في الاقتصاد الإيراني. القطاعات الأخرى هي أكبر، قطاع الصناعة وقطاع النفط هو أكبر من البازار، لكن التأثير السياسي لسوق طهران
هو الذي جعل هذه المؤسسة أو المجموعة الاقتصادية يعني محمد محمد يعني إذا لم يكن يحظى حسب ما ذكرت يعني معذرة إذا لم يكن يحظى بقيمة اقتصادية كبيرة فمن أين تأتي القيمة السياسية؟ يعني سوق طهران هي في الواقع المصدر المالي لكبار حوزة قم وحوزة قم وباقي الحوزات في إيران وأيضا الأحزاب السياسية. هذا السوق هذه السوق تمول الأجنحة والشخصيات السياسية وكان مسيطر عليها من قبل المحافظين، لكنه خلال السنوات أو العقدين الماضيين جاء جيل جديد، جيل شاب من التجار في هذه المجموعة وأزاح الجيل السابق عن المشهد أو قلل من تأثيره. لهذا السبب لأول مرة بعد ثورة 1979 نرى بازار طهران التي كان لديها دور كبير في صناعة الثورة الإيرانية الآن بدأت تعلو أصوات مختلفة من هذا من هذه الكتلة. طيب في ضوء ما ذكرته محمد إذن كيف في ضوء ما ذكرته وأنت الخبير في الشأن الإيراني كيف تقرأ هذه الاحتجاجات من منظور سياسي؟ يعني الآن نشهد انقسام في البيت الداخلي الإيراني، هناك توجه باتجاه جناح يتوجه باتجاه ألمانيا، جناح بريطانيا، جناح روسيا، جناح باتجاه الولايات المتحدة. هذا الانقسام السياسي أيضا انعكس على البازار بسبب المصالح الاقتصادية، لأنه سوق طهران بدأت تخسر إيراداتها الاقتصادية بسبب انهيار قيمة العملة الإيرانية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وارتفاع سعر الدولار، فضلا على أنه هذه السوق بدأت تواجه مشكلة كبيرة باستيراد البضائع من الدول الأخرى بسبب العقوبات الجديدة الأمريكية. يعني سوق طهران ترى أياما صعبة أمامها من أجل التجارة الاقتصادية، أنها لا تستطيع أن تتاجر وتبيع وتستورد وأيضا تصدر السلع. نقطة أخرى يجب أن أشير لها أنه كبار البازار يسيطرون على الغرف التجارية الإيرانية مع باقي الدول، غرفة على سبيل المثال غرفة التجارة الإيرانية الصينية يسيطر عليها أحد كبار تجار بازار طهران، وهو طبعا من المحافظين ووجه معروف من وجوه المحافظين في إيران. فكل هذا الثقل السياسي والثقل الاقتصادي طبعا أنا يعني يجب أن أقول أنه ليس بثقل القطاع الصناعي لكنه ثقل لا يستهان به اقتصاديا وثقل سياسي كبير، جعل هذه الاحتجاجات فيها رسالة عميقة، رسالة كبيرة مهما الاحتجاجات كانت محدودة. نعم. ويعني تم التوافق بين النظام وكبار التجار لإنهاء هذه الاحتجاجات، لكن النظام وصلت إليه الرسالة التي وجهتها سوق طهران. نعم، وسنقرأ هذه الرسالة معك ومع باقي الضيوف في وقت كلما تقدم الوقت حسين. يعني بمجرد اندلاع هذه الاحتجاجات مراقبون عرب كثر حقيقة ليسوا قليلين ووسائل إعلام عربية كبيرة تحدثت عن أن هذه النظام الاحتجاجات أرعبت النظام وستقسم ظهره وهي بداية إسقاط نظام الملالي كما وصف في وسائل الإعلام في طهران. يعني على ماذا استند هؤلاء المراقبون؟ أنا أختلف مع هذا يعني مع احترامي للرأي الآخر أنا أختلف من وجهة نظري هذا الأمر. أنا أعتقد حركة البازار إضراب البازار حتى لو استمرت كانت تستهدف الحكومة وليس ولا تستهدف النظام. البازار هو يمثل الرأسمالية التقليدية في إيران وهو أكثر حلفا مع المحافظين. عبر تاريخ البازار هو متحالف مع رجالات الدين ومع القوى المحافظة وهي التي تملك البازار، ولهذا السبب حركة البازار والإضراب الذي حصل سواء توقف أم يستمر هو سيستهدف حكومة روحانية الإصلاحية. لكن محمد قال لك صحيح كان مسيطر عليه من قبل المحافظين لكن الجيل الجديد أقلع عن هذه يا المعارف. سيدي من دخل إلى البازار هم رجالات الحرس الثوري الإيراني وهي عملية أذت نعم بعض المحافظين القدامى التقليديين داخل البازار، ولكن علينا أن ندرك من هو البازار بعد 1979 وما قبله. ما بعد 1979 أصبح حليف للحكومة ودخلوا منهم رجالات البازار مثل تاجر الحديد وتاجر الآخر إلى البرلمان وهم أعضاء في البرلمان الإيراني وهم من التيار المحافظ،
وهم حليف للسلطة وهم حليف للنظام المحافظ وليس للحكومة الإصلاحية. في صراع داخل إيران ما بين الإصلاحيين والمحافظين. هذا العملية برمتها هي كانت تريد استهداف الحكومة وإسقاط الحكومة، غير المأسوف عليها، لست مدافعا عن الحكومة، ولكن لتوضيح ما يحصل داخل إيران من حركة البازار التي حصلت عبر تاريخه. هو متحالف مع الحكومة، ساهم في البازار، نعم ساهم في إسقاط حكومات وساهم في تثبيت حكومات، ولكنه لن يتخلى عن تياره المحافظ. عندما قام ببعض الإصلاحيات سابقا حكومة رفسنجاني من وضع مولات في طهران وكذا، ما الذي فعلت؟ قامت قيامة عليه، وقد وغلام محسني غلام اللي هو رئيس بلدية طهران حكم بسبب هذا التوجه. التوجه الانفتاح على السوق والتوجه الليبرالي هو غير مرفوض داخل سوق البازار، قيادات البازار، كبارات البازار. لهذا السبب كانت حركة البازار تستهدف الحكومة ولا تستهدف هذا النظام. الكلام الذي تقوله هو قاله قاسم سليماني، قال إنما قام به هؤلاء هم هو انتفاض على الحكومة وعلى السياسات الحكومية وليس على النظام الإيراني. نعم، ويشاركهم قاسم سليماني في هذا من خلال بعض رجالات الحرس الثوري اللي موجودة داخل البازار والتي دخلت وهي مشهورة في عمليات التهريب وعمليات السيطرة على السوق، واليوم الحرس الثوري مسيطر على المطارات والموانئ في عمليات التجارة. يعني إذن عندما يقول المحافظون إن هذه الانتفاضات هي ضد الحكومة وليست ضد النظام، معناها محقين. ولهذا علينا أن نميز ما بين الحكومة والنظام والمظاهرات والبازار يستهدف الحكومة. وعلينا أيضا أن نميز ما بين المظاهرات الشعبية والمطالب الشعبية وما بين حركة البازار، لا يمكن أن ندمجهم في مطلب واحد. حركة الشعبية في طهران والحراك اللي موجود داخل طهران هو يستهدف النظام والحكومة في أن واحد، لكن تحديدا حركة البازار تستهدف الحكومة والنظام لا يسقط من خلال البازار لأنه حليف له. ثانيا، عودة إلى المجتمع الدولي والعامل الخارجي لإيران، العامل الخارجي حريص على بقاء النظام في إيران، وهذا ما صرح به مثلا وزير خارجية الولايات المتحدة بومبي، قال نحن لا نريد إسقاط النظام ولكن نريد تغيير سياسته. لهذا السبب العالم النظام الدولي الجديد هو حريص على بقاء هذا النظام أكثر مما هو حريص على حتى النظام العربي. سنبحث قضية دولية ثمة من حلفاء ترامب، يعني بحث فقط أن النظام العربي هو مشلول ليس له إرادة، سنتكلم عن ذلك. لم يكن حتى لا نستبق المحاور سنتكلم عن ذلك. نعم. وإن كان حليف مهم لترامب، قال إن ترامب عازم على تغيير النظام الذي غير قابل لتغيير السلوك. دعني أذهب إلى لندن مرة أخرى مع طالب العواد. إلى أي مدى، سواء كانت هذه الاحتجاجات ضد الحكومة أم ضد النظام، في نهاية المطاف إلى أي مدى هذه الاحتجاجات هي تعبير عن فقدان هيبة النظام في نفوس الناس داخل إيران برأيك؟ تحياتي لك ولمشاهدي قناتكم ولضيوف الكرام. أهلا أستاذ طالب. أعتقد ما طرح الأستاذ في الاستوديو إلى حد بعيد أتفق معه. صراع البازار صانع القادة في إيران وصانع السياسة في إيران واللاعب المهم في محور العملية السياسية، هو من رحم النظام وهو جزء من النظام. هذا يعني هذا الوصف يجب أن يعني أي متابع يعرف هذه الحقيقة، أنه البازار جزء من تركيبة وعمل النظام. هذه المسألة، صراع الآن في إيران صراع داخلي محض. العامل الاقتصادي أيضا يلعب دور جدا كبير فيه، لكن هو الصراع الاقتصادي بالأساس أو صراع محاور، صراع محاور بين القوى هذه المتواجدة، ما يسمى بالإصلاحيين وما يسمى بالمتشددين أو مجموعة العلماء أو البازار، هذه مجموعة رجال الدين. أعتقد وإلى حد بعيد هذا الصراع ينتج يعني ناتج عن وضع اقتصادي يعني طرح سابقا بسبب أول شيء مسألة العقوبات ومسألة المفاوضات. البازار والمجموعة المتشددة جعلت روحاني أو وضعت روحاني في خانة من الصعوبة الخروج من عندها. لذلك المهمة الآن المطروحة على هذه القوة وعلى يعني وعلى ما يسمى في القوة يعني الإصلاحية هي الدفاع عن مصالحها، لكن مصالح البازار هو المهم. يعني هذه المسألة يجب أن يدركها أي متابع، البازار مصالحه هو المهم، مصالحه هو في حكومة متشددة، في حكومة لها وضع خاص، ولذلك تطرح كل هذه المجموعات هو الخروج من المفاوضات النووي، جزء من عدة جزء من عدة إشكاليات داخلية أيضا. يعني المسألة
داخلية محضة في بعض الآي. أنا أعتقد يعني إلى حد بعيد هذه ستخفض لأنه أدوات اللعبة أدوات وإمكانيات. لكن ألا يعني في نهاية المطاف أن هذه أن هذا الإضراب والاحتجاجات التي استمرت بضعة أيام وكانت عنيدة حقيقة، ألا يعني ذلك سقوط هيبة النظام من قبل حتى حلفائه التقليديين؟ بلا شك عزيزي، بلا شك. أول شيء يعني إلى حد أتفق إلى حد بعيد هيبة النظام هو بقوة البوليسية والقوة العسكرية. أكو مسألة في إيران يعني مع الأسف لا يعني كثير من الكتاب الغربيين لا يقرأ الفارسية ولا يتابع ولا زائر إيران منذ 30 سنة. كل المعلومات لديهم هي ما تعطيهم إياه الموساد أو الأجهزة المخابرات الدولية. الحقيقة في إيران يا سيدي الآن قوة جديدة ناهضة هي قوة الريف، ما يسمى بالدهات. يعني حوالي 60 إلى 70% من الشعب الإيراني هم من هاي الفئة أو من هذا التكوين. الآن هاي الفئة بيدها زمام المبادرة ولم تسلم. يعني هاي فئة الريف أو ما يسمى بالدهات، يعني أستاذ محمد يعرف هذا المصطلح، أنه هاي الفئة من الصعوبة أن تسلم. هي من عدها البسيج، هي من عدها الحرس الدولي، هي من عدها القوة العسكرية، هي من عدها أيضا صناع القرار في إيران. يعني صناع القرار المفروض الآخرين يتصورون فقط الخامنئي أو مجموعة الوزراء أو الحقيقة والواقع يختلف. هناك قوة يعني متعددة الأطراف، هناك مجموعة العلماء أو رجال الدين أو ما يسمى بالحوزويين، وبالإضافة إلى ذلك هاي مسألة في تقديري والواقع الموجود في طهران أنه هذا لا يهز النظام هزة عنيفة. طيب. فقط أنا في تقديري الذي يهز النظام وهذه مسألة جدا جدا مهمة هي المساس، عندما يكون المساس في لعبة أكل الفقراء. ولحد الآن الإيرانيين أذكياء جدا في هذا الجانب، يعني بغض النظر تتفق مع الحكومة تختلف مع الحكومة، هناك يعني ما يسمى بالحصص التومينية كالتجربة العراقية لا زالت ساية المفعول على الفقراء. وبالعكس في الآونة الأخيرة نتيجة الضغوط عمموا مسائل جديدة يختلف عن ما بالعراق. العراق على أساس يستثون يعني البطاقة على أساس اجتثاث البعث مع الأسف اجتثوا البطاقة التومينية. الإيرانيين العكس قاموا به تعزيز هذه المسألة، أي بمعنى آخر عندما يمس الفقراء أعتقد هناك ثورة عارمة تختلف طبيعة الشعب العراقي عندما تمس. يعني هذه سيد طالب يعني هذا سنبحث أيضا يعني مدى العلاقة في هذه الاحتجاجات بين الضغوط الخارجية وحتى الصراعات الداخلية، سنتوسع فيها. لكن دعني الآن أذهب إلى زميلك في لندن محمد. يعني اتفق الضيفان على أنه يعني احتجاج على الحكومة وليس على النظام الإيراني بسبب الاقتصاد. من الذي يضع السياسات الاقتصادية الكلية في إيران؟ هل هي حكومة قضية إجرائية حكومية أم أن ثمة نظام عميق هو الذي يحدد الخيارات الاقتصادية الكبيرة في إيران؟ يعني أستاذ جهاد اسمح لي شوية أعدل مما تفضل به زميلين حول تأثير البازار. طيب يعني قبل أن تعقب لو تجيبني على السؤال، يعني لأنه مرتبط بما قاله، لو تجيبني على السؤال من الذي يضع السياسات الكلية ثم بعد ذلك عقب على ما قاله؟ نعم، أصلا روحاني والحكومة ليست هي من تضع السياسات الاقتصادية ويعني استراتيجيات النظام. الحكومة في إيران تسمى السلطة التنفيذية فقط، خامنئي مجلس الأمن القومي الإيراني يضع السياسة الخارجية أسسها وأطرها، مجمع تشخيص مصلحة النظام يضع استراتيجيات وأسس السياسة الداخلية، الحكومة تنفذ، البرلمان يقرر. يعني ما في صناعة قرار في الحكومة في البرلمان، هذا غير وارد. النظام الإيراني حسب الدستور، أنا لا أتحدث شيء من الخيال، الدستور الإيراني ينص على أنه المجلس الأمن القومي الإيراني هو الذي يصنع السياسة الخارجية كما صنع الاتفاق النووي. يعني ظريف وزير الخارجية كان مجرد مفاوض، أو وزير الخارجية السابق متكي كان مجرد مفاوض باختيارات معينة مبعوث من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يترأسه علي شمخاني بالنيابة عن خامنئي. يعني صناعة القرار واضحة في إيران حسب الدستور،
تتعلق بسلطات أو مجالس غير انتخابية. إذن هي احتجاجات على النظام وليس على الحكومة. نعم، النقطة أنا أجيب التعليق يعني تعديل الموضوع. ما قام به بازار طهران في غاية الأهمية للنظام الإيراني واستلم الرسالة، مع ما صوروا بأنه ضد أداء الحكومة، والحكومة ماذا تفعل؟ تنفذ السياسات التي تم إقرارها في مكان آخر في عند خامنئي وحرس الثوري. وباللطيفة مجلس الأمن القومي في إيران فيه 13 عضو، 10 منهم من الحرس الثوري بشكل وآخر. فبازار طهران هو ليس حزب سياسي، مجموعة اقتصادية متحالفة مع النظام الحالي. إذا جاء نظام جديد حافظ على حصتهم وعلى مصالحهم سيتحالفون معه. النظام الحالي بسبب سوء أدائه الحكومة والبرلمان وخامنئي ومجمع تشخيص مصلحة النظام، هذول كلهم لهم سوء أداء. هذا البازار تأثر وخسر من هذا سوء الأداء، ويقول لهم نحن لا نريد الذهاب باتجاه عقوبات صارمة مع الولايات المتحدة وصدام معها، لأن هذه العقوبات ستؤدي إلى أزمة اقتصادية. أول المتضررين هو البازار أصلاً بنفسه سيتضرر، فضلاً عن الحكومة والشعب والطبقة الفقيرة، هذا موضوع آخر. فاحتجاجات البازار اختصارها على الحكومة هذه محاولة إيرانية لرش يعني الرماد في العيون حتى يحرفوا الواقع. الواقع هو أنه في إيران الاحتجاجات كلها تصب اتجاه النظام في نهاية المطاف، إن كانت على الحكومة أو على البرلمان أو على خامنئي نفسه. نعم، يعني أيضا دعني الآن نتابع الحديث بعد العودة من فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الاضطرابات الداخلية في إيران وتزامنها مع ضغوط أمريكية على طهران تشتد يوما بعد آخر. في الاستوديو حسين، يعني هذه الاحتجاجات في النهاية هي اعتراض على سياسات كلية للنظام الإيراني قضت بأن تتوسع إيران خارج الحدود. هذا التوسع كلفها اقتصاديا كبيرة. فقط نظام الأسد، ما عدا إيران، ما عدا ليبيا، ما عدا أفريقيا، ما عدا لبنان والإنفاق الكبير على حزب الله، ما عدا كل ذلك، في سوريا فقط عشرات المليارات الدولارات أنفقت على نظام الأسد، وهذا انعكس على البنية الاقتصادية في الداخل. ما فرص أن يكون السياسة الخارجية التوسعية لإيران حاضرة في هذه الاحتجاجات؟ السياسة الخارجية لإيران هي أحد الأسباب الرئيسية لما يجري داخل إيران. أن هناك حالة تذمر من الشعب الإيراني، المجتمع الإيراني، من السياسة الخارجية، وهي سياسة التدخل وتصدير الثورة، مبدأ تصدير الثورة، ومن ذلك البازار، ومنها البازار، ومنها التذمر الشعبي. نحن عندما تكلمنا عن البازار وحلفه مع النظام، احنا تكلمنا عن نتيجة ما ذهب إليه البازار، أنه سيسقط الحكومة ولا يستطيع إسقاط النظام. ولهذا السبب، أنه لا يفهم كلامنا خطأ، احنا تكلمنا عن نتيجة ولا نتكلم عن الأسباب ونتطرق لها بالعمق. لهذا السبب كانت النتيجة أنه للإطاحة بحكومة روحاني، وليس لا يمكن الاستطاع بالإطاحة بالنظام. أما السياسة الخارجية الإيرانية هي واحدة من أهم الأسباب التي يعاني منها المجتمع الإيراني داخليا، وهي تحكي سلبا على حسين. يعني باستثناء يعني معذرة يعني إذا كانت السياسة الخارجية هي أحد أسباب احتجاجات وإضرابات البازار، من يضع السياسة الخارجية؟ خامنئي والحرس الثوري. إذا احتجاجات على النظام هو تبقى هناك، حتى لو كانت منظومة واحدة. نعم، فالقضايا الاقتصادية مختلفة عن القضايا العسكرية ومختلفة عن السياسة الخارجية، كل له مصالحه. طيب، احنا نقول انه البازار عبر تاريخه، لماذا متحالف مع رجال الدين؟ ورجال الدين متحالفين معه لانه يدفع الخمس يا سيدي، وهو يتكفل بالمناسبات الدينيه، سواء كانت هذه الحكومه قوميه او علمانيه او دينيه.
لهذا السبب هذا التحالف القديم الاستراتيجي القديم باقي لا ينتهي، لكن عندما تكون السياسة الخارجية الخاطئة لإيران والذي يعاني من المجتمع الإيراني الشعب الإيراني لا يستبعد أنه مشاركة البازار بها وبها أو يعني مباشرة أو بصورة غير مباشرة. ثم ضرر الحكومة عليه ضرر النظام، نحن حتى نشخص الحالة نسمي الأشياء بمسمياتها، يعني إسقاط الحكومة لا يضر النظام كذلك يضر النظام، وإن كانت هذه الحكومة إصلاحية من القوى الإصلاحية تسمى هكذا، ولكن بأي حال من الأحوال إسقاط حكومة في أي بلد يضر رأس الحكومة حتى لو كانت هذه الحكومة ملكية. يعني هذه لو كان النظام ملكي هم إسقاط الحكومة يضر، وهذا ما جرى في الأردن قبل أيام، وإحنا نظرنا إلى النظام في الأردن كيف والحكومة كيف سقطت، ولكن هل أنه الملك في الأردن لم يتضرر ولم؟ بالعكس. فلهذا السبب حتى نشخص الأشياء ونسمي الأشياء بمسمياتها، البازار حليف للنظام، حليف لرجالات الدين، مصالح مشتركة. حليف أم مسيطر عليه من قبل النظام؟ لا حليف. 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 النظام الإيراني مثلث، اقتصاد، رجال دين، سياسة. لحد عام 79 كان التحالف بين رجال الدين والاقتصاد مستمر ضد وين؟ ضد العمل السياسي القومي اللي كان في زمن الشاه. هذا البازار دوره من زمن الدولة القاجارية إلى الآن، وحتى في زمن الشاه كان شاركوا تحالفوا مع رجال الدين وقامت هناك اعتقالات وقتل من رجالهم، ساهموا بثلثي المظاهرات التي قامت ضد الشاه. فهو تحالف، عندما جاء النظام أصبح النظام هو رجال الدين، فأصبح التحالف وثيق، ومنهم من قلت لك كما سبق ذكرت أنه ذهب إلى البرلمان، ومنهم شارك في السلطة، ومنهم شارك في الحكومة، والحرس الثوري غالبيتهم الآن هم من يدير التجارة الإيرانية سواء تجارة التهريب أم تجارة الرسمية. فهناك تحالف وثيق. أما هل هذا التحالف لا توجد فيه تقاطع مصالح؟ مصالح لا توجد فيه تقاطع مصالح. فسياسة إيران الخارجية بالتأكيد هي سبب تذمر الشعب الإيراني منها، لكن هذه السياسة الخارجية من أين المباركة لها؟ هو هذا السؤال المهم جدا. رأس النظام زائدا القوى الدولية هي التي تدعم سياسة إيران الخارجية، وهذا تصريحات مسؤولين الأمريكان والأوروبيين وجميعهم. كيف؟ لا، تصريحات بومبيا قال لا نريد إسقاط النظام، إيرانيين لا يستطيعون توسع بالسياسة الخارجية أمام هذا النظام الدولي الجديد لو كان معارضا لهم. لا، من الذي يحمل ميليشيات الإيرانية في سوريا؟ تحت أي مظلة طيران تقاتل؟ تحت مظلة الروسي، والأمريكي بجانبهم ليس لديه مشكلة في تواجدهم في المناطق الأخرى التي لا يعني ليس لديه مشكلة في الشام، في ريف دمشق، في كذا. لا تستطيع دولة الآن أن تتوسع هكذا ولم يغض الطرف عنها من النظام الدولي. هناك تأييد، بل هناك دعم دولي. اليوم في الحوثي مدينة الحديدة أصبحت معلومة جدا، عندما أرادت القوى الوطنية تحرير هذه المدينة قامت القيامة من أوروبا، من أمريكا، من الأمم المتحدة تطالب، بينما سوريا تحرق تدمر لم نجد هذه الوقفة، وبينما الحديدة تعود إلى الجيش الوطني الذي يعني وهي الشرعية. هناك دعما دوليا للنظام في سياسته الخارجية، وهناك رأس النظام وقوى المحافظة والحرس الثوري يدعم سياسة النظام الخارجية، أما هناك شعبا وقوى سياسية معارضة لسياستهم الخارجية وهي التي تدفع الثمن. نعم طالب، أنت تحدثت عن فرضية الصراع الداخلي، أجنحة داخل إيران، وهذا ما أثمر عن تظاهرات واحتجاجات البازار. ما هي ملامح هذا الصراع؟ من يصارع من؟ يعني هل أفهم من كلامك أن البازار هو ورقة بيد فريق من الحكم ضد فريق آخر؟ سيدي الفاضل طرح الأستاذ مسألة مهمة. بعد 79 دخلت المؤسسات العسكرية والبسيج وأكثر المؤسسات إلى السوق وخاصة إلى البازار. الآن يعني الحرس الثوري أو البسيج يملك عشرات الشركات وعشرات حتى شركات بأوروبا وشركات بكل يعني بأكثر العالم هي تابعة إلى الحرس الثوري أو المجموعة النظام خلي أسميها أو تركيبة الفكرية للنظام أو المستقر للنظام. أرجع إلى مسألة يعني أريد أوضح مسألة تاريخية وتداعياتها. في سنة 52 عندما يعني ثورة مصدق وقف البازار ضد ثورة مصدق مع السي آي أي في إسقاط نظام الوطني لمصدق. بعد 61 صار تغير في البازار، صار ارتباطه يختلف، صار عندما أخر يعني الشاه بدأ يلعب يعني ودخلت يعني العائلة المالكة من خلال أختهم تلعب بالبازار أو تدخل إلى البازار. عند ذاك البازار تحالف مع رجال الدين ومع المؤسسة الدينية القوية داخل إيران.
هذه المسألة انعكست أيضا في خلال تحضير ومساندة الخميني ومساندة حتى طالقاني وهاي المجموعات السياسية آنذاك. أعتقد الآن سؤالك جدا مهم، مع من يعني من يمسك البازار؟ أنا أعتقد إلى حد كبير من يمسك البازار هي المؤسسة الدينية، تحالف المؤسسة الدينية مع بعض التجار، مع المؤسسة التي ظهرت حديثا أو جديدا، أي ما يسمى يعني القوة الفاعلة الجديدة هي البشيد، المؤسسة العسكرية. الآن المؤسسة العسكرية في إيران كالمؤسسة العسكرية في مصر، بناء وتعمير ومقاولات وإلى آخره. هذا ينعكس على الأداء الاقتصادي بهذا الشكل أو بذاك، عندما يعني تنسحب يعني تصير تداعيات على المسألة الاقتصادية ستتضرر هذه المؤسسة العسكرية، وستتضرر أيضا القوى يعني البسيج أو ما يسمى بالحرس الثوري، سيتضررون من تداعيات المسألة الاقتصادية. لذلك يحملون روحاني ما وصلت إليه المسألة الاقتصادية من جراء الموقف السياسي. نعم. يعني الموقف السياسي لروحاني أو للمؤسسة المدنية الحاكمة من موقفها السياسي. طيب. جاء المفاوضات، جاء العلاقات مع أوروبا والولايات. طيب. المتحدة انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد. حقيقة كلام مهم ذكرته طالب. هنا أريد أن أبني على ما ذكرته وأسأل محمد المذحجي، يعني أين العامل الإيراني هنا؟ أمريكا ضغطت بقوة وقالت إن هناك عقوبات غير مشهودة على إيران، هذه العقوبات وهذا التهديد والتوتر إلى أي حد لعب في سقوط الريال الإيراني أمام الدولار إلى 90,000 ريال مقابل دولار واحد؟ يعني لا شك في ذلك أن سقوط الريال خلال الأشهر القليلة الماضية بفعل فاعل خارجي، وليس فقط سوء أداء الاقتصادي في الداخل. وهذا معروف أن الولايات المتحدة تعمل جادة، والأوضاع ستزداد سوءا من منتصف شهر آب أغسطس القادم بعد بدء عقوبات إضافية مشددة على البنوك والمؤسسات المالية العالمية وغير الأمريكية التي ستتعامل مع البنوك الإيرانية، ستواجه عقوبات صارمة أمريكية، حتى أوروبية والحلفاء الأمريكان في أوروبا سيواجهون ذلك. خلال قبل فترة ترامب، لعبة الغرب كما تفضل الضيف في الاستوديو كانت لعبة عصا تلعبها أمريكا وسياسة جزرة تلعبها أوروبا، لكن في فترة ترامب تغير كل شيء، لا توجد سياسة عصا وجزرة، فقط عصا. الآن أمريكا تضرب بهذه العصا حتى على رأس ألمانيا، وهناك حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا. قبل 3 أشهر وسائل إعلام بريطانية كشفت عن رفض باكستان لإنشاء غرفة موك على غرار غرفة موك الأردن للإطاحة بالنظام الإيراني، والمرشح الآن هو العراق. الحكومة الحالية العراقية والقادمة وافقت على إنشاء غرفة موك، ستبقى ضد إيران، لم توافق ستسقط، الولايات المتحدة ستجيب نظام جديد في العراق من أجل محاربة إيران، وبالأحرى من أجل محاربة الصين وأوروبا في إيران. هذا هو الصحيح. من يهول من إيران ويقول بأنه إيران قوية، إيران ليست قوية، إيران دولة وظيفية لا أكثر، توظف تنفذ ما يطلب منها وفق أطر معينة. نعم. والدعم اللامحدود الموجود لجماعة. نعم. إيران في أوروبا واضح. هنا في بريطانيا تدعم حزب الله، ومطاعم حزب الله، جماعة حزب الله اللبناني مالئة بريطانيا في كل مكان. يعني الموضوع يتعلق الآن بتغيير سياسات واضحة، وإيران ستواجه سياسة كسر عظم من قبل الولايات المتحدة على غرار ما حصل مع كوريا الشمالية. هناك ذكاء لدى كوريا الشمالية، سياسات كسر عظم لتغيير نقطة مهمة يعني محمد أشير إليها. سأتركك تكمل محمد في دقيقة من فضلك، سأتركك تكمل قبل أن أذهب إلى الفاصل. سياسات كسر عظم مع إيران من قبل أمريكا لتغيير السلوك أم لتغيير النظام؟ بدقيقة من فضلك. من أجل تغيير النظام. إذا لاحظنا الشروط 12 اللي وضعتها أمريكا، شروط تعجيزية، 7 منها لا يمكن للنظام الإيراني أن ينفذها، وإذا أراد أن ينفذ تلك الشروط 7 عليه أن يغير النظام بالداخل والجمهورية الإسلامية تلهب. هذا يعني موقف إيران، موقف حرج النظام أقصد.
النظام أن يتغير وفق آلية ولا توجد هذه الآلية. مثلا في باكستان الجيش يعمل انقلاب وتتغير وجهة النظام. في إيران لا توجد هذه الآلية من أجل تغيير مرن، فالتغيير في إيران سيكون عنيف، وهذا العنف أنا لا أقول حرب، هذا العنف سيكون له أشكال عديدة، من ثورات شعبية إلى ضغوط اقتصادية إلى استفزازات أخرى تنهك إيران أكثر ما هو طيب. هو الحال عليه. نعم، يعني قبل أن نذهب إلى الفصل وأرجو الاختصار، يعني البعد الإقليمي غائب وتحديدا العربي، إيران تستثمر كثيرا في المنطقة العربية لكن العرب ما زالوا متفرجين إزاء ما يحصل في إيران من دون أي تأثير، لماذا؟ باختصار، ممانعة النظام العربي لإيران أشبه بممانعة إيران للولايات المتحدة. يعني لو فصلت بدقيقة أكثر. بدقيقة، من أي باحث لا يستطيع لا يمكن أن يقبل ممانعة إيران للولايات المتحدة والإسرائيل كما ترفع شعارات الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وهي تقاتل تحت مظلة طيرانهم. عندما خرجت المظاهرات وخاصة في المنطقة عربستان لم نجد نظاما عربيا يؤيد هذه المظاهرات ويدعمها، على العكس السبب. صدرت بعض التصريحات أنها لا تريد تغيير النظام، تريد فقط انكفاء سياسات الخارجية. السبب هناك نظام دولي يريد أن يحافظ على بقاء النظام الإيراني لفترة ما، لحد هذه الفترة هو خادما للنظام الدولي، ولهذا السبب النظام العربي هو نظاما وظيفيا لا يستطيع أن يعترض على ما يريده النظام الدولي. لكن اختلفت مع محمد المدحجي الذي قال هناك سياسة كسر عظم وتغيير النظام فيه. كسر بومبيو صرح قال أنه نحن لا نريد إسقاط النظام، نريد تغيير سياسته. النظام يتهاوى من الداخل، يحتاج دعما بسيطا من الخارج وسيسقط النظام. لكن الفعل يخالف الشعوب الكلام. الإيرانية المختلفة بمجموعة هي ترفض النظام الإيراني، البلوش، الكرد، العرب، حتى الفرس، المعارضة الفارسية موجودة معروفة مريم رجوي، جميع هذه والمعارضة بكل أنواعها المسلحة والسياسية والاجتماعية وحتى الدينية. لكن لكن حتى من كل هذه الفئات والأعراق التي ذكرتها ثمة مؤيدين الحكومة، وعلي شمخاني رئيس مجلس الأمن القومي هو عربي. كل نظام اليوم في سوريا غالبية السوريين يرفضون طيب. هذا النظام، ولكن هناك فئة مستفادة وفئة أمنية بوليسية تحافظ على هذا النظام، فبالتالي لا يوجد نظام مرفوض 100%، لابد من هناك فئة، ولكن هذه الفئة عادة ما تكون هي الفئة الصليبة صاحبة القرار السياسي والعسكري والمالي. طيب. هذا النظام ممسك بهؤلاء، أما غالبية الشعوب الإيرانية فهي ترفض هذا النظام وبقاؤه بسبب الدعم الخارجي له، لو هناك إسنادا لهذا الشعب من الداخل سيسقط هذا النظام خلال أيام. نعم، إذا كل هذا مع الاختصار ليتك لا تختصر، يعني نعود إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم بعد هذا الفاصل. وسهلا بكم إلى آخر أجزاء حلقة اليوم، وفيه نبحث خيارات النظام الإيراني في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها في الداخل والخارج. أستاذ طالب، إيران النظام في طهران نجح في إيقاف احتجاجات أكبر سوق من نوعه في العالم خلال أيام قليلة، مثلما نجح في أماكن أخرى من البلاد. السؤال الذي يسأله سائل، إلى متى ستنجح طهران في إخماد احتجاجات تتوسع أفقياً وعمودياً ولا تهدأ منذ عامين؟ عديد يعني مسألة في غاية الأهمية. معروف عن النظام الإيراني نظام حافة الهاوية، يعني يصل إلى حافة الهاوية ويتراجع في أكثر من موقف، وخلال هذه المسيرة الطويلة لهذا النظام ومن عام 1979 لحد الآن هو معروف في سياسة يعني حافة الهاوية، يصل إلى يعني ويتراجع. أنا أعتقد هاي جزء من عدة هاي الاحتجاجات، جزء من عدة احتجاجات خرجت من رحم النظام. يعني هذه مسألة ندركها، لا يعني موسوي حسين موسوي كردوبي، هاي المجموعات هي مجموعات من رحم النظام الذي يخيف النظام ويرعب النظام ويؤثر النظام عند فقط
هي القوة الفاعلة وما يسمى بالقوة، يعني قوة الدولة العميقة الموجودة في إيران، وهما المجموعة الريفية التي تشكل حوالي 70% من بنيوية النظام الإيراني. عندما تتعرض مصالح هذه القوة، أنا أعتقد هناك هزة عنيفة للنظام، وسيفتتح الشارع الإيراني هذه، يعني هذه الدولة. لكن هذه لحد الآن مصالح هذه القوة لم تتضرر، ولا زالت هذه القوة جزء من منظومة وبنيوية النظام. هذه مسألة جدا جدا مهمة، يجب أن يدركها أي مراقب أي متابع. الآن هاي القوة غير متضررة، المتضررة عامة الناس، يعني أصحاب المدن. يعني أضرب لك مثل جدا بسيط، أي إيراني يمكن يعرفه، شمال طهران ما له علاقة بجنوب طهران، لا من ناحية الفتح ولا من ناحية الجنوب ولا من ناحية العقية ولا من حتى ارتباطها بالمؤسسة الدولة. لذلك بجنوب تشوفوا ناس كادحين فقراء مرتبطين بعجلة الدولة بأي شكل من الأشكال، في حين بالشمال أيضا المدن لا تشكل حاضنة قوية لأي ثورة، لأنه المدن الريف هو المسيطر في يعني إيران، الريف هو القائد، هو المسيطر، هو القوة الفاعل. هذه اللعبة، هل قادر، هل هناك قوة قد يعني عندها إمكانية أن تلعب على هذا، على هذه المسألة؟ نعم. أنا أقول لك أن ذاك، أنا أقول لك ممكن أن تكتسح النظام. نعم. النظام لا زال يمتلك كل أدوات اللعبة. طيب. لا يمتلك كل أدوات إمكانيات القمع. هناك مؤسسات عسكرية قمعية جدا قوية كأي دولة. حقيقة حقيقة يعني ذكرت نقاطا مهمة تحتاج إلى التعليق، يعني أحيلها إلى محمد المدحجي. ما زالت أدوات السلطة قوية بيد نظام طهران، لكن نحن بعد شهور قليلة أمريكا حذرت من كل المتعاملين مع نظام طهران من أنها ستوقع عقوبات مالية بحقهم إذا استمروا في تواصلهم. هذا يعني إيقاف تصدير النفط الإيراني. كيف ستتصرف طهران حيال هذه التحديات المقبلة؟ يعني بالنسبة للنفط وإيقاف النفط، من الممكن إيران تحاول أن تقايض النفط بالبضائع مع بعض الدول محددة لأن تجتاز بعض المشاكل الرئيسية بما تتعلق بالحاجة المعيشية الأساسية في إيران، لكنه هذه المرة إيران لن تستطيع أن تجتاز هذه العتبة إلا بالتوافق مع إدارة ترامب، وذلك يعني إسقاط النظام الإيراني بشكل مرن أو بشكل عنيف. وإلا أن يحصل شيء واحد، القوى الأخرى أي الصين وأوروبا تكون مستعدة من تضحي من أجل إيران بدخول حرب جديدة مع الولايات المتحدة من أجل إيران، وأنا أستبعد ذلك يعني جدا جدا، لن يحصل ذلك. لا أوروبا ولا الصين مستعدة أن تدخل في حرب جديدة مع الولايات المتحدة تجارية، ولا أن تقبل بفرض عقوبات أمريكية على بنوكها. أصلا البنوك ما راح تقبل هذا. اليوم أوروبا تتحدث عن حزمة مقترحات للحفاظ على الاتفاق النووي من خلال البنك الاستثماري الأوروبي، وقرر ذلك زعماء الأوروبيون. جاء بعد قليل البنك الاستثماري الأوروبي قال أننا لسنا ملتزمون بما يقره الرؤساء الأوروبيون. يعني حتى البنوك الأوروبية غير مستعدة أن تذهب لتضحي بمصالحها من أجل بضعة المليارات الدولارات أن تستثمر بإيران، ولا 10 مليارات دولارات يستثمر البنغال، وهذا البنك يستثمر 10 مليارات، والبنك رفض ذلك. فالموضوع يعني إيران في وضعية حرجة جدا بسبب السياسة الأمريكية، تختلف عن سياسة بوش وأوباما وغيره. إيران مطالبة بمطالب معينة، وترامب أثبت خلال الفترات الماضية أنه سينفذ ما وعد به نفذه. 100% وعود ترامب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تم تنفيذها. في البيت الداخلي هناك عرقلة من قبل الديمقراطيين وما يسمى بالدولة العميقة التي تريد الحفاظ على نظام الدولة. تنفيذ ترامب لسياساته الخارجية وخصوصا بشأن إيران لا يعني رغبته في تغيير النظام، لأن إيران في نهاية الأمر مطلب أمريكي لقطع الطريق على الصين، كما يقول كثير من المراقبين، قطع الطريق على الصين التي تريد أن تتمدد غربا نحو المنطقة العربية في طريق الحرير الجديد. يعني أستاذ جاد، لما الولايات المتحدة تتمشكل مع باكستان منذ مطلع هذا العام مشاكل حادة مع باكستان بسبب رفضها لإنشاء غرفة موك لطاحة بالنظام الإيراني، ما يعني ذلك؟
والآن العراق مطالب بإنشاء غرفة موك للطحن النظام الإيراني. فيعني الموضوع ليس كما يريد البعض يحلله وفق الرؤية التقليدية التي ترامب بدأ بنشفها لما ترامب يقول لا حاجة بعد للنظام طيب. التجارة منظمة التجارة العالمية والصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم، يريد أن ينسف كل هذا النظام وما في في, في هذا النظام. لهذا السبب نرى دول عربية فقط تريد تغيير سلوك جزئي للنظام الإيراني فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لكن يريدون بقاء هذا النظام. الدول العربية وكبيرة منها، أنا لا أريد أجيب اسمها، ليست لديها أي مشكلة حقيقية مع إيران إلا بجزئية معينة في سياسة الخارجية، وليس كل سياسة الخارجية الإيرانية، لا، جزئية معينة فقط. وهم هؤلاء من يعرقل سياسة ترامب في هذا الاتجاه. أولا وزارة الدفاع جيمس ماتيس الذي يدعم ميليشيات الحشد الشعبي في العراق على حساب ترامب نفسه، وهناك الحديث جاري بشكل طيب. قوي لتغيير أو إقالة نعم. جيمس ماتيس. نعم. ثانيا النظام الإقليمي، النظام طيب. الإقليمي متعاون مع إيران من باكستان إلى تركيا إلى العراق إلى السعودية إلى الإمارات إلى قطر إلى الكويت، كلهم يريدون هذا النظام. فهم طيب. يريدون تغيير جزئيات محددة. طيب وضحت الفكرة محمد، معذرة يعني أختم معك. يعني الجزئية التي إذا بنينا على كلام محمد المدحجي، الجزئية التي يعترض عليها العرب جزئية من السياسة الخارجية الإيرانية، هل يمكن لإيران في ظل هذه الضغوطات الكبيرة والدفع من قبل ترامب باتجاه تغيير النظام في طهران، هل يمكن أن تعيد النظر طهران بهذا الجزء من سياستها الخارجية المتعلق بالدول العربية والخليجية برأيك؟ نعم، إيران تتقن التعامل مع الأقوياء وتتقن التعامل مع الضعفاء وتتقن التعامل مع الحلفاء سواء كانوا مستمعين أم كانوا منفردين طيب. نظام برغماتي، ولكن العقوبات الاقتصادية لا تسقط نظاما دكتاتوريا بل تسقط الأنظمة الديمقراطية، ولهذا نقول أنه هذه العقوبات أقصى ما تكون نتيجتها ستسقط الحكومات الإيرانية ولا تسقط النظام الإيراني. شكرا. أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي لا يسعني في ختامها إلا أن أشكر ضيوفي في الاستوديو، حسين السبعاوي الباحث في التاريخ، وعبر سكايب من لندن محمد المدحجي الخبير في الشؤون الإيرانية، وكل الشكر لكم أستاذ طالب العواد الإعلامي والمحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من لندن. الشكر الأكبر للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة. إلى لقاء بإذن الله.